مو المشكلة انه يعني احكي لكم بصراحة يعني ما اقدر احدث اي شيء من المنهج، خصوصا انه الاسئلة جاهزة، يعني الان اسئلة جاهزة وهناك اجزاء منها يعني على المنهج. فصعب جدا اني اجي يعني احدث شيء، او لكن يعني حاولتكم انه اقلل المادة قدر الامكان لبعض الامور اللي بجد انها ما فيها عليها اسئله، ما حدثها دائما شيء ما عليه اسئله او شيء هذا بحدثها عشان تسهل عليكم دعوة الله يعني المنهج، لكنه شيء كامل ما بقدر احدث يعني موضوع كامل او شيء، صعب جدا نحدث بهذه الطريقه، لكن نحدث بطريقه اخرى لبعض الامور داخل الموضوع نفسه. اذا تقسيمات مراحل الازمه نبدا لكم جاهزين. التقسيم الأول بين قوسين دورة حياة الأزمة، مراحل دورة حياة الأزمة، أولا مرحلة ميلاد الأزمة، ويطلق عليها مرحلة ميلاد الأزمة، يطلق عليها مرحلة التحذير أو الإنذار المبكر للأزمة. تتميز الأزمة في هذه المرحلة بما يلي: واحد، تنذر بالخطر. اثنين، غير محددة المعالم. وثلاث، غياب المعلومات. وأربعة، عدم الوضوح. وللتعامل مع الأزمة في هذه المرحلة يجب: واحد، إيقاف نموها. واثنين، تحويل الأزمة إلى حالة ثانوية أو هامشية. وثلاث، تفتيت الأزمة. أعيدها ولا واضحة؟ واضحة إن شاء الله. طيب، الآن المرحلة الثانية، إذا واضحة الأولى، مرحلة نمو الأزمة. بين قوسين مرحلة اتساع الأزمة. طب كون تسأل حافظ، نعيد مرة ثانية من البداية. تقسيمات بشكل سريع، تقسيمات مراحل الأزمة. آلة التقسيم الأول دورة حياة الأزمة. مراحل دورة حياة الأزمة، أولا مرحلة ميلاد الأزمة، ويطلق عليها مرحلة التحذير أو بين قوسين الإنذار المبكر للأزمة. تتميز الأزمة في هذه المرحلة بما يلي: واحد، تنذر بالخبر. اثنين، غير محددة المعالم. ثلاث، غياب المعلومات. أربعة، عدم الوضوح. وللتعامل مع الأزمة في هذه المرحلة يجب: واحد، إيقاف نموها. اثنين، تحويل الأزمة إلى حالة ثانوية أو هامشية. ثلاث، تفتيت الأزمة. ثانيا، مرحلة نمو الأزمة. مرحلة نمو الأزمة بين قوسين مرحلة اتساع الأزمة. تنمو الأزمة بسبب سوء فهم متخذ القرار
في مرحلة الميلاد، طبعا هذه المرحلة الثانية. ومن مميزات الأزمة في هذه المرحلة، واحد تزايد الإحساس بالأزمة من الظروف المباشرة على المنظمة، ثلاث عدم القدرة على إنكارها. لاحظوا أخواني وأخواتي إنه كنا في البداية قادرين على إنه نمثل الأسئلة لأنها غير محددة، معالم غير واضحة، المعلومات اللي تكون فيها غير واضحة أو يعني غائبة عنا، وبالتالي يعني قدر الإمكان بنحاول إنه يعني في بعض المنظمات تنكر الأزمة أو تحاول أن تقاومها لأنها بتكون ضعيفة وما زالت ضعيفة، وأيضا إنه قدر الإمكان نحولها من شيء بسيط أو شيء رئيسي إلى شيء بسيط غير موجود أو ثانوي أو هامشي في مثل هذه الأزمة. المرحلة الثانية الآن الأزمة اتسعت، وبالتالي لا نستطيع يعني إنه نفسها أو إنه ننكرها، بالتالي يعني هنا الضغوط أصبحت كبيرة، وبالتالي لا تستطيع المنظمة إلا التعامل مع الأزمة يعني بطريقة أخرى مختلفة عن الطريقة الأولى اللي كانت موجودة عندنا في مرحلة الميلاد. واضحة الطريقة الثانية إن شاء الله. طبعا للتعامل مع الأزمة في هذه المرحلة، المرحلة الثانية، تقوم المنظمات في هذه المرحلة بالعمل على عزل أي قوى داعمة للأزمة. نوصل بنفس الأزمة، أي قوة داعمة للأزمة حول نفسها. لأن تقوم المنظمات في هذه المرحلة بالعمل على عزل أي قوة داعمة للأزمة. ثالثا مرحلة نضج الأزمة، تعتبر هذه المرحلة من أخطر مراحل الأزمة، وتصل الأزمة إلى هذه المرحلة بسبب سوء التخطيط لمواجهة الأزمة بين اللامبالاة، وثلاث الجهل في التعامل مع الأزمات، الجهل في التعامل مع الأزمة. إذا مرحلة نضج الأزمة تعتبر هذه المرحلة من أخطر مراحل الأزمة، من أخطر مراحل الأزمة، وتصل الأزمة إلى هذه المرحلة بسبب سوء التخطيط لمواجهة الأزمة، اثنين اللامبالاة، وثلاث الجهل في التعامل مع الأزمات. خصائص هذه المرحلة أو خصائص مرحلة نضج الأزمة، ألف الصدام العنيف، بين قوة الأزمة، الصدام العنيف بين الأزمة،
إحداث تغييرات جذرية في المنظمة. إذا ألف الصدام العنيف بين قوى المنظمة أو بين القوى الأزمة سوري وإحداث تغييرات جذرية في المنظمة. رابعا مرحلة انحسار الأزمة. مرحلة انحسار الأزمة تبدأ هذه المرحلة الصدام العنيف وتفقد الأزمة قوتها في هذه المرحلة. إذا تفقد الأزمة قوتها في هذه المرحلة. طبعا الان الكل بده يحاول انه ادام القوه موجوده او انه القوه بدات تتاثر ببعضها تبدا الان تحاول قدر الامكان انه تجدد قوه الدفع، يعني تحاول انها اذا فشلت انها تحاول قدر الامكان ان تسعى يعني ان تجدد قوتها مره اخرى في هذه المرحله، مرحله اعاده تجديد القوى، مرحله بدايه حقيقيه ومختلفه في الازمه بشكل كامل، لكن هي انحسار الازمه يعني ضعف في الازمه بشكل عام. طيب الآن واضحة مرحلة انحسار الأزمة؟ عيدها عايشة وصباح عيدها مش واضحة؟ أعيدها في الملاحظة. تبدأ هذه المرحلة بعد الصدام اللي هي مرحلة انحسار الأزمة. تبدأ هذه المرحلة بعد الصدام العنيف في مرحلة النضوج وتفقد الأزمة قوتها في هذه المرحلة. وتبدأ بالاختفاء التدريجي ويمكن أن تتجدد قوة الدفع عندما تفشل القوة الصانعة للأزمة في تحقيق أهدافها. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله دقيقتين إن شاء الله ونكمل دقيقتين بعد نكمل ونكمل بعد
الآن خامسا، مرحلة اختفاء وتلاشي الأزمة، وهي آخر مرحلة من مراحل دورة حياة الأزمة، وتحاول المنظمة في هذه المرحلة استرجاع قوتها وكفاءتها وفاعليتها والاستفادة من التجربة التي مرت فيها. واضحة المرحلة الخامسة؟ وهيك بنكون انهينا التقسيم الأول من مراحل دورة حياة الأزمة. واضح يا إخوان؟ الآن التقسيم الثاني لمراحل الأزمة، التقسيم الثاني لمراحل الأزمة أولا مرحلة التحذير من الأزمة، التقسيم الثاني الآن بدينا لمراحل الأزمة، مرحلة التحذير من الأزمة، تحاول المنظمات في هذه المرحلة حصر الأزمة ومنع تفاقمها، كما تحاول المنظمات بتحليل البيئة الداخلية والخارجية لمعرفة الأزمات المتوقعة. مرحلة التحذير من الأزمة أي أولا تحاول المنظمات في هذه المرحلة حصر الأزمة ومنع تفاقمها، كما تحاول المنظمات بتحليل البيئة الداخلية والخارجية لمعرفة الأزمات المتوقعة. ثانيا مرحلة الأزمة الخطرة، وتتصف هذه المرحلة بحالة الذهول للمدراء وحالة عدم التأكد. كما تتصف هذه المرحلة بصعوبة السيطرة على متغيرات الأزمة، مرحلة الأزمة الخطرة، وتتصف هذه المرحلة بحالة الذهول للمدراء وحالة عدم التأكد. كما تتصف هذه المرحلة بصعوبة السيطرة على متغيرات الأزمة.
المرحلة الثالثة مرحلة استعادة الثقة، مرحلة استعادة الثقة، وتأتي هذه المرحلة بعد نجاح المنظمة في مرحلة الأزمة الخطرة، وتكون عادة المنظمات في هذه المرحلة بحالة فوضى وعدم استقرار. إذا مرحلة استعادة الثقة، وتأتي هذه المرحلة بعد نجاح المنظمة في مرحلة الأزمة الخطرة، وتكون عادة المنظمات في هذه المرحلة بحالة فوضى وعدم استقرار. المرحلة الرابعة مرحلة العودة إلى انتظام العمل. تحاول المنظمات في هذه المرحلة الحذر والرقابة على كافة المستويات، مرحلة العودة إلى النظام والعمل أو إلى انتظام العمل، مرحلة العودة إلى انتظام العمل، تحاول المنظمات في هذه المرحلة الحذر والرقابة على كافة المستويات. الآن التقسيم الثالث لمراحل الأزمة. أولا مرحلة الأزمة التحذيرية، هي مرحلة ما قبل الأزمة، تستوجب التشخيص الجيد، ويمكن مرحلة الأزمة التحذيرية هي مرحلة ما قبل الأزمة وتستوجب التشخيص الجيد، ويجب على الإدارة في هذه المرحلة أن تتخذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لمواجهة الأزمة. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ إذا بعيدها مرحلة الأزمة التحذيرية، وهي مرحلة ما قبل الأزمة وتستوجب التشخيص الجيد، ويجب على الإدارة في هذه المرحلة أن تتخذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لمواجهة الأزمة.
ثانيا مرحلة الأزمة الحادة، مرحلة الأزمة الحادة وهي مرحلة انفجار الأزمة بصورة فعلية، وهنا يجب على المنظمة السيطرة على الأزمة ومحاولة تخفيف آثارها، وهي مرحلة انفجار الأزمة، مرحلة الأزمة الحادة الآن، وهي مرحلة انفجار الأزمة بصورة فعلية، وهنا يجب على المنظمة السيطرة على الأزمة ومحاولة تخفيف آثارها. أي ثانية، ثالثا مرحلة الأزمة المزمنة، مرحلة الأزمة المزمنة وهي أطول مراحل الأزمة خصوصا للمنظمات التي لا تمتلك خططا لإدارة الأزمات، ويجب على الإدارة في هذه المرحلة القيام برصد نقاط القوة ونقاط الضعف ومكافأة المبدعين ومحاسبة المقصرين واستخلاص العبر والدروس. مرحلة الأزمة المزمنة وهي أطول مراحل الأزمة خصوصا للمنظمات التي لا تمتلك خططا لإدارة الأزمات، ويجب على الإدارة الفاعلة في هذه المرحلة القيام برصد نقاط القوة والضعف ومكافأة المبدعين ومحاسبة المقصرين واستخلاص العبر والدروس. مرحلة رابعا مرحلة تسوية الأزمة، وتسعى المنظمة في هذه المرحلة إلى تسوية الأمور والعودة إلى الوضع الطبيعي. مرحلة تسوية الأزمة، وتسعى المنظمة في هذه المرحلة إلى تسوية الأمور والعودة إلى الوضع الطبيعي. هذا كل ما يتعلق بمراحل الأزمة. إذا في أي سؤال، طبعا هذه المراحل هي مجموعة من المراحل والتقسيمات، بدأناها بالتقسيم الأول ثم التقسيم الثاني ثم التقسيم الثالث في الكتب المختلفة والمعارف المختلفة، نهدف منها أنه يتعرف الطالب على المراحل المختلفة التي قد تمر فيها إدارة الأزمات ومراحل الأزمة، وكيف ندير كل مرحلة، وما هي يعني الظروف التي تتميز فيها كل مرحلة. كل هذه المراحل متشابهة مع بعضها البعض، وتشبه التقسيم الأول اللي هو دورة حياة الأزمة، وبالتالي هناك تشابه كبير فيما بينها ما بين هذه المراحل من ناحية ولادتها وبدايتها أو تأسيسها، ثم بعد ذلك تبدأ المرحلة التي تعني النمو أو النضوج، وبعد ذلك إلى القمة بنضوجها، ومن ثم في اختفائها وتلاشيها. إذا الأزمة مثل الإنسان، يعني عندما يولد بعد ذلك تأتي مرحلة الشباب ثم الرجولة ثم يعني الكبر ويصبح شيبة كبيرة، وبعد ذلك يعني هي مرحلة انتهاء الإنسان نفس
مراحل مثل مراحل حياة الإنسان، دور الحياة للسلعة، دور الشركة، وهناك أيضا دورة حياة للأزمة في بدايتها وتلاشيها. لا يمكن أن تكون هناك أزمة مستمرة ودائمة ويعني تبقى لوقت طويل جدا، مهما طالت الأزمة في النهاية ستنتهي، حتى على مستوى المشاكل الموجودة في الدول المختلفة من ناحية حروب وغيرها. مثلا لو أخذنا مثال الأزمة السورية، هي أزمة حاليا أزمة كبيرة على مستوى الوطن السوري ومستوى الوطن العربي والإسلامي، وتدمرت هذه الدولة، ولكن بالنهاية هذه الأزمة ستنتهي. وهكذا هو حال الأزمات، الأزمة تأتي على مستوى البيت، على مستوى الشركة، على مستوى المنظمة، على مستوى الدولة، على مستوى الوزارة، تأتي الأزمات ثم تختفي وتتلاشى، ولادة ثم نمو ثم نضوج ثم انحدار ونهاية لهذه الأزمة واختفائها وتلاشيها. في أي سؤال؟ هيك نكون انهينا اليوم إن شاء الله، ونختم بعون الله تعالى يوم الخميس القادم في نفس الوقت إن شاء الله، يوم الاثنين، يوم الاثنين القادم إن شاء الله سيكون هناك يعني محاضرة نركز فيها على مفاهيم معينة في الكوارث والله يبعدها عنا، والأزمات والصراعات وغيرها من الأمور والخلافات والمشاكل والصدمات، كل هذه الأمور سنركز عليها وعلى معانيها في الأزمات المختلف إن شاء الله في المحاضرة القادمة. في أي سؤال؟ واضح الأمور إن شاء الله؟ طيب قبل ما نغادر ان شاء الله بدي اركز على نقطه مهمه جدا، ارجو ان يتم يعني تنزيل على النقطه انه لا تستطيع المشاركه بحزب المنتديات في الوقت الحالي، لكن ان شاء الله سيتاح المجال للطلبه للمشاركه في المنتديات. بلغنا العماده بهذا الامر، ومن الضروري جدا ان يكون هناك مشاركه لكم في المنتدى، بحيث انه يتم وضع اي سؤال يرغب فيه الطالب، او ايضا بتنزيل الماده من قبلكم لباقي الطلبه، لانه بعرف انه ليس هذا العدد هو عدد الطلبه، لكن هناك يعني عدد كبير جدا من الطلاب لا يستطيعوا الدخول الى المنتديات او لا يستطيعوا الدخول للمحاضرات ويستطيع الدخول للمنتديات. هؤلاء الطلبه ان شاء الله يعني سيقوم بحضور هذه المحاضره المنتهيه، وايضا من خلال ايضا نقطه هامه اللي هي وضع ملخصات لكم في المنتدى للمحاضرات كافه من اول محاضره حتى اخر محاضره، ويستفيد منها يعني الطلبه. بالنسبه للقاءات الاخرى ان شاء الله بشوف توجيهات العماده، اتوقع انه في يعني راح يكون في محاضرات اضافيه خلال الاسبوعين القادمين ان شاء الله، يبلغون العماده اذا ما تم تاجيل الاختبارات، ونبلغكم بكل ما هو جديد ان شاء الله. وموقع العماده راح يكون في اي اسئله توضيحيه لهذا الامر، لان الوقت لا يكفي صراحه للفصل انه ياجل الدرس او اعطاء محاضرات اضافيه. اذا ما في اسئله بالغالب، ان شاء الله الاسبوع القادم متى يوم ممكن نحط ايام السبت ان شاء الله، نضع ايام السبت محاضره في نفس الوقت بعون الله تعالى ان شاء الله. يوم السبت ممكن نحط محاضره اضافيه اذا ترغب السبت، ممكن هذا نشوف الوقت، يعني تابعوا المنتدى ان شاء الله بنزل اي شيء منه. بحاول اشوف ان شاء الله وقت متأخر، ممكن نحط 9:30 ممكن إن شاء الله.
نشوف الأسبوع القادم كيف الأعمال يقدمونه، ونضع لكم محاضرة أيضا إضافية لها. الله يعطيكم العافية جميعا، ونلتقي بعد الله تعالى.